أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو كان جاري كافرا فكيف أتعامل معه؟ وهل يجوز لي أن أهنيه بالمولود أو الوظيفة أو السكن الجديد ونحو ذلك؟ الجار الكافر له حق واحد، حق الجوار، تحسن إليه وتكف أذاك عنه، هذا حق الجوار ولو كان كافرا، لأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار. وهذا من محاسن الإسلام ومكارم الإسلام ومن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما التهنية بشيء من أمور دين أو من أعياد فلا يجوز تهنيه، أما إذا هنيته على أمر دنيوي فلا بأس به. نعم.